هل تعرف المورينجا؟ ما الذي يجعل المورينجا جيدة لصحتك؟ المورينجا هو نبات يطلق عليه غالباً شجرة الطبل أو شجرة المعجزة أو شجرة الفجل. تم استخدام المورينجا لعدة قرون بسبب خصائصها الطبية وفوائدها الصحية، كما أن لها خصائص مضادة للفطريات والفيروسات والاكتئاب ومضادة للالتهابات أيضاً. تعالوا بنا نتعرف على حقائق سريعة عن المورينجا. المورينجا شجرة موطنها الهند، ولكنها تنمو أيضاً في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. تحتوي المورينجا على مجموعة متنوعة من البروتينات والفيتامينات والمعادن. المورينجا أوليفيرا لها أثار جانبية قليلة. يجب على الأشخاص الذين يتناولون الأدوية استشارة الطبيب قبل تناول مستخلص المورينجا. ماذا يوجد في المورينجا؟ تحتوي المورينجا على العديد من المركبات الصحية مثل فيتامين A، فيتامين B1 وB3 وB6، وكذلك حمض الفوليك وفيتامين C، والكالسيوم والبوتاسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفسفور والزنك، كما أنها منخفضة للغاية في الدهون ولا تحتوي على كوليسترول ضار. ما هي فوائد المورينجا؟ يعتقد أن المورينجا لها العديد من الفوائد، وتتراوح استخداماتها بين الصحة والجمال للمساعدة في الوقاية من الأمراض وعلاجها. تعالوا بنا نتعرف الآن بالتفصيل على فوائد المورينجا. حماية وتغذية البشرة والشعر. زيت بذور المورينجا مفيد في حماية الشعر من الجذور الحرة ويحافظ على نظافته وصحته. يحتوي المورينجا أيضا على بروتين، مما يعني أنه مفيد في حماية خلايا الجلد من التلف، كما أنه يحتوي على عناصر ترطيب وإزالة للسموم والتي تعزز أيضا الجلد والشعر. يمكن أن يكون ناجحا أيضا في علاج التهابات الجلد والقروح. علاج للوذمة. الوذمة هي حالة مؤلمة حيث يتراكم السائل في أنسجة معينة في الجسم. قد تكون الخصائص المضادة للالتهابات في المورينجا فعالة في منع الوذمة من التطور. حماية الكبد. يبدو أن المورينجا تحمي الكبد من التلف الذي تسببه الأدوية المضادة للسل، ويمكن أن تسرع من عملية إصلاحه. منع وعلاج السرطان. تحتوي مستخلصات المورينجا على خصائص قد تساعد في منع تطور السرطان، كما أنها تحتوي على مادة نيازاميسين، وهو مركب يثبط نمو الخلايا السرطانية. علاج لآلام المعدة. تساعد مستخلصات المورينجا في علاج بعض اضطرابات المعدة مثل الإمساك والتهاب المعدة والتهاب القولون التقرحي، وقد تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والمضادات الحيوية في المورينجا في منع نمو مسببات الأمراض المختلفة، كما أن محتواها العالي من فيتامينات B يساعد في الهضم. محاربة الأمراض البكتيرية. نظراً لخصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات والميكروبات، فقد تقاوم مستخلصات المورينجا الالتهابات التي تسببها سالمونيلا والجدري والإيكولاي. تجعل العظام أكثر صحة. تحتوي المورينجا أيضاً على الكالسيوم والفوسفور، مما يساعد على الحفاظ على صحة العظام وقوتها. إلى جانب خصائصه المضادة للالتهابات، قد يساعد مستخلص المورينجا في علاج حالات مثل التهاب المفاصل، وقد يشفي أيضاً العظام التالفة. علاج اضطرابات المزاج. يعتقد أن المورينجا مفيدة في علاج الاكتئاب والقلق والتعب. حماية نظام القلب والأوعية الدموية. تساعد مضادات الأكسدة القوية الموجودة في مستخلص المورينجا في منع تلف القلب، وقد ثبت أيضاً أنها تحافظ على صحة القلب. ثبت أيضاً أن مستخلص المورينجا يساعد في إغلاق الجروح وكذلك تقليل ظهور الندبات. علاج مرض السكري. تساعد المورينجا على تقليل كمية الجلوكوز في الدم وكذلك السكر والبروتين في البول. أدى ذلك إلى تحسين مستويات الهيموغلوبين ومحتوى البروتين الكلي في أولئك الذين تم اختبارهم. علاج للربو. تساعد المورينجا في تقليل شدة بعض نوبات الربو والحماية من تقلصات الشعب الهوائية، كما ثبت أنها تساعد في تحسين وظائف الرئة والتنفس بشكل عام. الحماية من اضطرابات الكلى. قد يكون الأشخاص أقل عرضة لتطوير حصوات في الكلى أو المثانة أو الرحم إذا تناولوا مستخلص المورينجا. تحتوي المورينجا على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل مستويات السمية في الكلى.
تخفض ضغط الدم المرتفع. تحتوي المورينجا على مركبات مهمة تساعد على منع سماكة الشرايين مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. تحسين صحة العين. تحتوي المورينجا على خصائص تحسن البصر بفضل مستوياتها العالية من مضادات الأكسدة. قد توقف المورينجا أيضاً توسع الأوعية الشبكية وتمنع سماكة الأغشية الشعرية وتمنع أيضاً ضعف الشبكية. أخيراً علاج لفقر الدم ومرض فقر الدم المنجلي. تساعد المورينجا جسم الشخص على امتصاص المزيد من الحديد وبالتالي زيادة عدد خلايا الدم الحمراء، ويعتقد أن المستخلص النباتي مفيد جداً في علاج فقر الدم وأمراض الخلايا المنجلية والوقاية منها. إذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك لتعم الفائدة على الجميع، وندعوكم للإطلاع على الفيديوهات الظاهرة أمامكم، ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتفعيل جرس التنبيهات. في أمان الله.